بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم كل متابعين الكرام في فيديو مهم جدا وفيديو يعني في اخبار الحمد لله حلوه جدا ومبشره. كلنا طبعا كنا مستنيين اي رفع لاي فايده. طبعا في بنك النهارده وهو البنك الاهلي رفع الفايده على 3 شهادات وثلاث انواع من انواع الشهادات اللي عنده، اللي هي المجموعه او الفئه ب، شهادات استثمار الفئه ب. هقول لحضراتكم دلوقتي على الفايده عليها بس 2% مش 3%. هقول لحضراتكم على انواع الشهادات وهقول لكم دورية صرفها، هقول لكم بنقدر ناخد عليها قرض ولا لا، هقول لكم مدتها كام، وهقول لكم كل حاجة تخص الـ3 أنواع من الشهادات وهم موجودين في البنك الأهلي. بس قبل كده كمان هقول لحضراتكم على حاجة مهمة جدا جدا برضو، وخبر هو حلو جدا وطريقة حلوة جدا للاستثمار، وهي صناديق الاستثمار. بس يا ريت لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد، وتعالوا يلا نشوف اخبارنا بتقول ايه النهارده. خبر حلو جدا وهو ان وزاره الماليه طرحت النهارده صناديق استثمار من خلال وزاره الماليه على الصفحه الرسميه ليها، من خلال بنكين حكوميين. خلي بالكم من بنكين حكوميين، هم بنك القاهره والبنك الاهلي، وطبعا كفايه ان فيهم البنك الاهلي. صناديق دي الاستثمار دي هيتعامل بيها من يوم 10/1/2023. خلي بالكم عشان مش حد يبدأ يروح، ان هو يبدأ يروح البنك النهاردة ولا بكرة ولا اي يوم وبعدين يرجع يقول لي لا احنا ما لقيناش صناديق الاستثمار موجودة. انا بقول لحضرتك هي اتصرح عنها النهاردة وعن كل مميزاتها وعن كل شيء وفايدتها وكل حاجة، بس هي هيعمل بيها من يوم 10/1، يعني كمان اسبوع بالظبط ان شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. طيب صناديق الاستثمار دي هتدعم ايه؟ طبعا احنا دايما في اذون الخزانه وصنادات وصناديق الاستثمار بنبقى عارفين هي المفروض هتدعم ايه. هو هنا مش واضح هي هتدعم ايه بالظبط، بس هو اللي واضح انها هتدعم عجز الموازنه عند الدوله. طيب مين اللي طرحها؟ وزاره الماليه. طيب ده يخليها اصلا بما ان هي وزاره الماليه اللي طرحها على صفحتها الرسميه وكمان موجوده جوه بنكين حكوميين، بنك القاهرة وبنك الأهلي، وكفاية ان فيهم البنك الأهلي، ده كده خلاص كل شيء بقى مضمون ومفهوم. يعني انا ما بلعبش في حاجة مش مضمونة. طيب زي ما قلنا هي تدعم عجز الموازنة. طيب ايه هنا هي صناديق الاستثمار؟ هتقولي ما انا معرفهاش، انا اعرف الشهادة وبدأت شوية اعرف اذون الخزانة. هقول لحضرتك لو كنت تعرف اذون الخزانة يبقى انت كده عارف صناديق الاستثمار. صناديق الاستثمار هي نفس فكرة اذون الخزانة بالظبط، تقدر حضرتك تستثمر فيها لحد سنة، يعني 3 شهور 6 شهور 9 شهور 12 شهر. الفايدة عليها 20%، هنا الفايدة واضحة ومعلن عنها. الصناديق دي عليها ضريبه ولا لا؟ لا اقول لحضرتك طبعا هي عليها ضريبه، هم لسه هنا ما قالوش ان الضريبه عليها بتبقى كام، بس هنا لازم تعرف ان صناديق الاستثمار بتبقى الضريبه عليها اقل كتير من اذون الخزانه. طيب اقدر اشتريها من كام؟ تقدر حضرتك تشتريها من 25000 جنيه ومضاعفاتها بالظبط زي اذون الخزانه. 25000 50000 75000 100000، يعني كل سند ب 25000. سند يعني ايه؟ يعني كل صندوق من دول بيعمل 25000 جنيه، يعني كل ورقه او ايصال او صك من دول بيعمل 25000 جنيه، بشتريه ب 25000 جنيه. بشتريه منين يا ترى؟ بشتريه من داخل البنك نفسه. طيب ايه مميزاتها؟ مميزاتها ان الفايدة عليها عالية جدا و20%. هقول لحضراتكم دلوقتي 20% على شهادة ولا 20% على اذن خزانة ولا 20% على صناديق استثمار؟ هقول لحضرتك تيجي صناديق الاستثمار الاول، بعد كده اذون الخزانة، بعد كده اخر حاجة الحاجة اللي احنا كلنا قاعدين مستنيينها وملهوفين عليها ومستنيينها هي شهادة الاستثمار. بس احنا بنحب الحاجة اللي احنا شايفينها ولامسين كل شيء فيها، فاحنا خلاص احنا اتعودنا عليها. حتى في الاستثمار احنا بقى عندنا عادات، العادات دي منها شهادة الاستثمار. طيب دي استثمارها قصير المدى، يعني لمدة 3 شهور او 6 شهور او 9 شهور او 12 شهر. حضرتك اللي بتقدر تختار نوع او نوع المدة اللي حضرتك عايزها. بس برضو احب اقول لحضرتك كل ما طولت المدة كل ما كان المكسب عليها اكتر والعائد اكبر، يعني مش زي شهادات الاستثمار 3 سنين و5 سنين وسنتين وكده. طيب الميزه الثانيه ان حضرتك بتشتري في الصناديق او بتستثمر في الصناديق دي مثلا ب 25000 جنيه ومضاعفاتها. طيب المبلغ كمان بيبقى عليه خصم، يعني انا بروح اشتري منهم السند ب 25000 معمول عليه كمان خصم، وبعد كده بيحط لي، بروح بعد كده لما بتنتهي المده ببيع له السند زائد الخصم زائد الفايده، يعني انا كسبت مرتين، مره من الخصم ومره
من الفايده. ناس كتير سالت قبل كده طب هي الدوله بتكسب ايه؟ هقول لحضرتك هي معتبر ما فيهاش مكسب، وبيحاول ان هو خسارته فيها بيعوضها في حاجات تانية وفي انواع تانية من سندات الاستثمار او من اي حاجة تانية، بس هو هنا بيبقى عايز يسد احتياجات والتزامات عنده، فبيعمل ده علشان خاطر يسد عجز الموازنة. تمام كده خلاص. طيب بعد خصم الضريبة بيكون اللي هو حاجة مش كبيرة قوي، يعني ممكن 1% 1.5%، هما لسه ما اعلنوش بصراحة، لسه ما اعلنوش على صفحتهم، لما نعرف هقول لحضراتكم. طبعا دي فرصة محترمة جدا جدا جدا، ليه؟ المدة قصيرة جدا، وطبعا كده أفضل من الشهادة بكتير، سواء هي أو أذون الخزانة، ودي مش هتقدر تكسرها أنت حضرتك، كده كده بتختار المدة 3 شهور 6 شهور 9 شهور 12 شهر، فما بتلحقش أصلا تبقى أنت عايز تكسر الشهادة. لكن الشهادة لما بتخسرها طبعا بتكسرها بتخسر فيها، وطبعا عايز أقول لحضراتكم يا ريت بلاش اليومين دول حد يكسر أي شهادة، بلاش اليومين دول يا جماعة كسر أي شهادة، كسر اي شهاده دلوقتي كارثه مش استثمار. وطبعا العائد هنا مقدم، يعني انا اقدر اخد العائد بتاعي، او هو في الطبيعي انا لازم هيديني العائد بتاعي في الاول مقدما، في نفس اليوم هصرف العائد بتاعي. يعني لو انا مثلا حاطط 100,000 جنيه لي عليهم 20,000 جنيه، بيخصم مني الضريبه وبيزود لي الخصم اللي كان عليها، انا اشتريته اصلا ب 95 مثلا، دلوقتي هو يديني مثلا 20,000 جنيه، ال 20,000 جنيه باخدهم وانا ماشي خلاص كده، باخد الصك بتاعي او الصندوق بتاعي، وبعد كده باخد الفايده بتاعتي مقدما. هنا بقى انا اقدر استثمرهم دلوقتي، لان اللي انا بشتريه النهارده ما بشتريهوش بصاره بكره، وكل حاجه لو هشتري حتى ببني وهشتري سيخ حديد، سيخ الحديد سعره النهارده مش زي بكره، بجهز ابني واشتريت له حاجه النهارده ما بشتريهاش النهارده زي بكره، فكده انا استفدت بان الفلوس دلوقتي باخدها في التضخم وهو اقل من بكره، محدش يعرف ايه اللي حاصل بكره، ودي ميزه جديده وتانيه خالص. ودي كده كانت اول فرصه معانا في الاستثمار في اليومين اللي احنا فيهم دول. طيب البنك الاهلي النهارده زود الفايده على نوعين، 3 انواع من الشهادات، زود الفايده بس 2% مش 3%. الشهادات دي بتندرج تحت مجموعه الفئه ب او شهادات استثمار المجموعه ب، الشهاده الاولى لمده سنه والتانية سنتين والتالتة 3 سنين. طيب نتكلم عن الشهاده الاولى. الشهاده الاولى طبعا زي ما قلت لحضراتكم الثلاثه في البنك الاهلي، الشهاده الاولى لمده سنه والعائد عليها كان 7.5، وبعد الزياده 2.5، 2 بقى 9.5. حاليا دوريه صرف العائد فيها شهريه، يعني بتقدر تصرف العائد كل شهر، بتشتريها من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وممكن كمان من 500 جنيه، وبتقدر تقترض بضمان الشهاده، مفيش اي مشكله خالص، بس ما تقدرش تكسر الشهاده غير بعد 6 شهور. دي كده الشهاده الاولى. طيب الشهاده الثانيه لمدة سنتين العائد عليها كان 8% زاد 2% بقى 10% دلوقتي، ودورية الصرف ربع سنوية، يعني أصرف العائد بتاعها كل 3 شهور باخد العائد بتاعها، وتقدر تشتريها من أول 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتقدر تقترض كمان بضمان الشهادة زي الأولى برضو، وتقدرش تكسر الشهادة غير بعد 6 شهور. الشهادة التالتة شهادة لمدة 3 سنين برضو، وبتندرج برضو تحت شهادة الاستثمار أو فئة الاستثمار ب، كان العائد عليها 10% زاد 2% وبقت 12%، دورية صرف العائد هنا ربع سنوية كل 3 شهور، بتصرف العائد وبرده الحد الأدنى 1000 جنيه مضاعفات، 1000 جنيه ومضاعفات، تقدر تقترض بضمان الشهادة برده بنسبة 90 أو 95%. طيب إمتى أقدر أستردها أو تخسرها؟ أو تكسرها؟ للأسف ما تقدرش تستردها سواء استرداد كلي أو جزئي غير بعد 6 شهور. يا جماعه هي دي كل الاخبار الجديده. ممكن حد من حضراتكم يقول طب ما انا معايا شهاده اعلى من كده. حضرتك معاك شهاده، بس في ناس معهاش شهادات، يعني حضرتك معاك الشهاده بتاعتك خلاص، لو هي اعلى من كده بكتير دي خليها طبعا اوعى تكسرها. احنا بنقول الكلام ده يا جماعه عشان في ناس دلوقتي معهاش شهادات، معاها فلوس وخايفه عليها من التضخم، بتقل في البيت وبتقل زي ما قلنا قبل كده في الدولاب، فعايزه ان الفلوس تبقى في البنك. فاحنا بنقول الشهادات اللي موجوده دلوقتي، وكل ما بيبقى في خبر واحد بنحب نقول لحضراتكم، اي زياده في اي فايده في اي بنك بنحب نقولها لحضراتكم، وده كان تصريح من البنك الاهلي النهارده بالشهادات. هتقولي ما انا قاعد مستني 20%، هقول لحضرتك ما انا عارفه، بس برضو لو فلوسك موجوده والشهادات دي موجوده هتبقى افضل بكتير من ان انا عيني الفلوس في البيت. والذهب مهزوز، الدولار مش مضمون، ما بقتش عارف اي حاجه دلوقتي، الدنيا متكهربه ومحدش عارف ايه اللي في السوق، فاعذرونا ان احنا بنقول لكم الكلام ده. دي شهادات مش قديمه، دي شهادات جديده العائد عليها اتغير. اما بالنسبه لشهادات ال 20% فبقول لحضراتكم لحد دلوقتي برضو مفيش اي اخبار خالص
بس زي ما حصل دلوقتي، لو حصل أي جديد أو أي شيء عن الشهادات ال 20% أو ال 21%، بعدها بنص ساعة بالظبط هنطلع نقول لحضراتكم على كل حاجة. وصدقوني موضوع أذون الخزانة وصناديق الاستثمار ده حلو جدا جدا جدا. أنت عايز شيء مضمون أكتر من كده إيه؟ أنت بتشتريه من بنك حكومي، وزارة المالية هي اللي طرحاه، معاك سند، معاك شيء أنت ضامن بيه فلوسك، استثمار قصير الأجل والفايدة كمان عالية، باخد فلوسي مقدما، يعني أقدر إن أنا أعمل بيها شهادة من الشهادات دي، أو إن أنا زي ما قلت لحضراتكم أحفظ فلوسي من التضخم وأشتري الشيء اللي أنا محتاجه النهاردة قبل ما يغلى عليا بكرة، وبكده برضو أبقى أنا كسبت. أتمنى يكون الفيديو النهاردة كان مفيد بالنسبة لحضراتكم، لو استفدتوا ولو بمعلومة واحدة ما تنسوش اضغطوا لايك للفيديو. أشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد، في أمان الله.